في نهاية التاسعة إلى هاجر ومزيد من الأخبار. يا هاجر مساء الخير. مساء الخير. شكرا لك يا غوى. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت وكالة ناسا ولأول مرة عن وجود ماء على سطح القمر، مما يعني أنه من الممكن الوصول إلى الماء في الوجه المضاء بالشمس وليس على الوجه المظلم فحسب كما كان يعتقد سابقا. وتم اكتشاف جزيئات الماء H2O في واحدة من أكبر الفوهات المرئية من الأرض، وتقع في نصف الكرة الجنوبي للقمر. وتكشف البيانات عن أن هذا الموقع يوجد فيه تركيزات تتراوح من 100 إلى 412 جزءاً في المليون، أي ما يعادل نحو قنينة ماء صغيرة محصورة في متر مكعب على سطح القمر. أكد الأمير البريطاني هاري أنه استغرق سنوات قبل أن يدرك وجود تحيز العنصرية الأعمى، وأنه أحس به عندما وضع نفسه موضع زوجته ميغان. وجاءت تصريحات هاري خلال محادثة عن العنصرية مع باتريك هاتشنسون الناشط ذي الأصول الإفريقية الذي صورته رويترز، وهو يحمل رجلا أبيض في بر الأمان خلال مشاجرة بين متظاهرين مناهضين العنصرية وخصوم من اليمين المتطرف في لندن في يونيو الماضي. بعد نحو شهرين من دخولهما موسوعة جينيس الأرقام القياسية كأكبر زوجين سنا في العالم، توفي خوليو مورا عن عمر 110 سنوات ليترك رفيقة عمره درامينا كوينتيروس ذات 104 سنوات أرملة. وولد مورا في 10 من مارس 1910، فيما ولدت زوجته في 16 من أكتوبر 1915، وتزوج في أول كنيسة بناها الإسبان في كيتو عاصمة الإكوادور. تصدر أحدث ألبوم للمغنية تايلر سويفت بعنوان فولكلور قائمة مبيعات الألبومات الأمريكية، ليصبح أول ألبوم غنائي يسجل رقما قياسيا ببيع أكثر من 1,000,000 نسخة في عام 2020. وبحسب موقع بيلبورد، باع الألبوم فولكلور الذي سجلته تايلر أثناء فترة الإغلاق 57,000 نسخة الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، ليسجل إجمالي مبيعات تجاوزت 1,000,000 نسخة. نهاية فقط المنوعات مشاهدينا، وعودة إلى الزملاء. ونهاية التاسعة لهذه الليلة، شكرا لمتابعتنا، تصبحون على خير. في أمان الله.